السلام عليكم جميعا. انا بغيت نشكركم كلكم على الحضور. الحضور اليوم ديال الفنانه لطيفه رأفت، وحنا كدفاع ديالها كيجي في سياق اولا تنصيب ديالها كمطالبه بالحق المدني في ملف لا علاقه له بالملف الذي تم تداوله في الايام الاخيره والمتعلق بطليقها الذي كان قد تقدم بشكاية ضد بعض الأشخاص أو ما يعرف بقضية إسكوبار. هذا الملف لا علاقة له بذلك الملف. هذا الملف الموضوع دياله هو أنه بعد ما وقع ذاك الملف الأول واللي كانت حضرت فيه السيدة لطيفة رأفت كشاهدة بناء على طلب السيد قاضي التحقيق اللي أضلت بإفادات حول طليقها، وبناء على تعليمات من السيد قاضي التحقيق والنيابة العامة لدى هذه المحكمة، تعرضت الفنانة المغربية السيدة لطيفة رأفت لهجمة شرسة وبإحكام وباتفاق مسبق بين عدة أطراف وشبكة متخصصة في الابتزاز والتهديد. هذه الشبكة رأسها المدبر هو السيد إدريس فرحان اللي كان موضوع شكاية من طرفنا نيابة عن السيدة لطيفة رأفت للنيابة العامة، واللي حالت الملف ديالو على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتعليمات من النيابة العامة، وبناء على الابحاث والتحريات اللي تجرات في هذه المساله تبين على انه ادريس فرحان اللي هو الان موقوف بناء على امر قضائي صادر عن القضاء المغربي وتم التوقيف ديالو من طرف القضاء الايطالي والدوله الايطاليه بناء على امر قضائي دولي بالامر القاضي بالقاء القبض، تبين ان هذا السيد عنده واحد الشبكه وظفها من ضمنها المتهم اليوم اللي حنا كنوبوا ضده في هذا الملف. وهذه الشبكه كتكون من هذا المتهم واشخاص اخرين غيكونوا في المستقبل موضوع شكايات وابحاث وتحريات. اذا عكس ما تم تداوله من طرف وسائل الاعلام وعكس ما اريد للسيده لطيفه رأفت الفنانه المحترمه اللي هي فنانه ديال المغاربه كاملين وكتحترم المغاربه كاملين، وشتو كيفاش وقفات ابت الا ان تحيي رجال ونساء الاعلام اللي حاضرين اليوم. وانا بدوري كدفاع كنبغي نشكركم كاملين، نظرا اولا لانه كاين امور مرتبطه بالمقتضيات المتعلقه بالتحقيق واللي كيصعب من الناحيه القانونيه باش نبوح بها، ولكن بغيت نقول لكم واحد الشيء اساسي، ان لطيفه رأفت وبعد ما قدمت الافاده ديالها للسيد قاضي التحقيق في شأن الطريق ديالها، وكما قلت لكم تعرضت لعملية ابتزاز خطيرة وتهديد، وصل إلى حد نشر مكالمات أو تهديد بنشر أوديوهات أو فيديوهات أو شيء من هذا القبيل، وطلب منها أن تعمل على توظيف العديد من الأسماء والمؤسسات في ذلك الملف، لكن لطيفة رأفت كما عودتنا جميعا أبت إلا أن تنتصر للوطن ولقيم المواطنة ولقيم الوطنية، وكانت إنسانة بمعنى الكلمة لم ينل منها التهديد والابتزاز
واللي كيتعرضوا ليه واحد المجموعه من النساء مساله هو لا كرامه له، ولذلك انتصرت الوطن ويعني وسلكت المساطير. حنا عندنا ثقه في المؤسسات ودوله المؤسسات، وهي مناسبه باش نتوجه بالشكر الى النيابات العامه اللي قدمنا شكايات في هذا الاطار، والتفاعل الايجابي والمعقول والقانوني الذي ادى الى امور اطلب منكم جميعا ومنكن ومنكم قليلا من الصبر. وغادي يبان لكم ان من كانوا يدعون انهم معارضه للوطن او المؤسسات ما هم الا مبتزون، يبتزون النساء، يبتزون الفنانين، يبتزون الشخصيات العامه، ويريدون تحضيفهم في حسابات ضيقه، وهم في نهايه المطاف لا معارضين ولا هم يحزنون، هم مجرد مجرمين اما متابعين في الدول اللي هربانين فيها او تيسيروا شبكه اللي مع الاسف طاحت في براتين هاد الناس، واللي واحد منهم اليوم معتقل عن السيد قاضي التحقيق بمحاوله الابتزاز والتشهير والتنمر والتهديد بالقتل، بل وصل منهم من حاول تهديد الفنانه السيده لطيفه رأفت بالقتل، وذلك مثبت بالحجه والدليل وبالفيديوهات وبالمراسلات في الواتساب التي اطلعت عليها النيابه العامه واتقتها الفرقه الوطنيه واتقى السيد قاضي التحقيق. إذن ليطمئن قلب الجميع وليطمئن الجمهور، السيدة لطيفة رأفت على أنها هي حاضرة اليوم كمشتكية كمطالبة بالحق المدني، والتي يجب أن ترفع لها القبعة وأن نشكرها جميعا لأنها أبت إلا أن تنتصر للوطن. وهي مناسبة كذلك باش نشكر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على العمل والسرعة والجدية والاحترافية العالية اللي حاولت في ظرف زمن قياسي انطلاقا من المكالمات الواردة على السيدة لطيفة رأفت في هاتفها المحمول والمراسلات اللي وردت عليها في الواتساب ومختلف الاتصالات اللي تمت بها في هذا الشأن، وكذلك الأشخاص الذين كانوا يتم تقديمهم على أساس أنهم هاد الناس كينتميوا إلى أجهزة المخابرات أو شيء من هذا القبيل. طلع ما هي أجهزة المخابرات؟ ما هو ضابط المخابرات؟ طلع ضابط إيقاع، والقادم صادم في هذا الملف. ستلاحظون إن شاء الله، وغادي يكون لما يتحل الملف على الجلسة، ولما نتمنى من كذلك من النيابة العامة والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مشكور بالدار البيضاء والنيابات العامة المختصة أن تعمل جاهدا على توقيف باقي المتورطين في هذه القضية، ولأنه حنا كنعتبروا أولا أنا كدفاع كمواطن مغربي كإنسان كنعتبر لطيفة هي ملك لجميع المغاربة. وعلى كل حال لطيفة ماشي